أنواع العبودية. فطر الإنسان على العبادة، فهو عابد بطبعه، فإما أن يكون عبدا لله تعالى الخالق الموجد المستحق للعبودية، وإما أن يكون عبدا لمخلوق مثله. والإنسان ذو الفطرة السليمة هو الذي لا يعبد ولا يستسلم إلا للخالق المستحق للعبودية. فالله لا إله إلا هو خالقي وخالقك وخالق كل شيء. وكل من في الكون عبد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. والعبودية لله نوعان هي: أولاً، عبودية حقيقية عامة لجميع الخلق في كل زمان، وهذه ليست لأحد إلا لله وحده، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل المخلوقات بلا استثناء خاضعون متذللون للحي القيوم الذي لا يموت، ولا يقدر أحد أن يخرج عن هذه العبودية حتى الكافر. فقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فهذه هي العبودية الكونية القهرية العامة، وهي عبودية الربوبية، ومقتضاها تصرف الله في خلقه كيف يشاء، وانقيادهم له طوعا وكرها، لا معقب لحكمه وهو اللطيف الخبير، لا شريك له في شيء من ذلك. ثانياً، العبودية الخاصة، وهي استجابة الإنسان لأمر الله تعالى وطاعته واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه هي العبودية الخاصة، وهي عبودية التشريف الاختيارية التي تجمع بين العبوديتين، العبودية العامة والعبودية الخاصة، أو ما يطلق عليها بالعبودية الاختيارية. فاحرص على أن يراك الله في كل شأن يحبه، واعصم جوارحك عن كل ما يغضبه. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.